مرحبا. الغرامة الأوروبية القياسية على شركة جوجل حماية من الاحتكار أم رد على سياسات ترامب التجارية العدائية؟ فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية ب 4.3 مليار يورو على شركة جوجل بتهمة احتكار نظام أندرويد، وذلك عبر استغلال نظام التشغيل الخاص بالهواتف الذكية لتكريس تفوق محركة للبحث على الإنترنت. وبحسب المفوضية الأوروبية، استطاعت جوجل من تحصيل أكثر من 95 مليار دولار سنوياً من الإيرادات بفضل الإعلانات لمستخدمي جوجل. كما دعت المفوضية جوجل إلى إنهاء ممارساتها غير المشروعة خلال 90 يوم تحت طائلة التعرض لعقوبات مالية توصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومي العالمية لألفابت الشركة الأم لجوجل. المجموعة العملاقة للإنترنت أعلنت أنها رح تستأنف القرار اللي رح يؤدي إلى مزيد من تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المتوترة أصلاً على خلفية ملفات حلف شمال الأطلسي والتجارة العالمية. ومن المحتمل أنه يجبر قرار الاتحاد الأوروبي شركة جوجل على التخلي عن الخدمات المجانية المتوفرة بنظام التشغيل أندرويد. بخطوة احترازية سحبت وزارة الصحة من الأسواق ومنعت استيراد وتداول لعدد من المستحضرات الطبية اللي بتحتوي على مادة الفالسارتان الوردة من الشركة الصينية الوارد اسمها على الشاشة، وذلك بعد معلومات من هيئات دولية لسلامة الدواء عن احتمال وجود شوائب فيها. ودعت المرضى إلى عدم التوقف عن استخدام الدواء إلا بعد استشارة الطبيب المختص لصرف بدائل أخرى مسجلة بلبنان بيكون فيها الفالسارتان من مصدر آخر. حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى أن الاقتصاد الأمريكي معرض بشكل خاص للضرر من الحرب التجارية العالمية، كون جزء كبير من التجارة الأمريكية رح تتعرض لإجراءات انتقامية، الأمر اللي رح يؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي العالمي ب 430 مليار دولار عام 2020. وبيّنت لاغارد أن النمو بدأ بالتباطؤ بمنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة بوقت التحفيز المالي الأمريكي بدأ أيضا بالتراجع. بعد انتهاء المونديال اللي شغل العالم، قدرت الحكومة الروسية أنه 600 ألف مشجع أجنبي زاروا روسيا بهالفترة، بوقت من المتوقع أنه تتجاوز مساهمة البطولة بالناتج المحلي ل 30 مليار دولار حتى عام 2023. أما الفيفا فرح تجني إيرادات ب 6 مليار دولار هالسنة بزيادة 25% عن كأس العالم عام 2014، على أنه تتجاوز إيرادات البث 3 مليار دولار بزيادة ب 25% أيضا. كما رفعت الفيفا مكافآتها للفرق إلى 400 مليون دولار، من 38 مليون دولار للفريق صاحب الكأس الذهبي. إلى الأسواق بدها طبعا من بيروت، بعد تراجع رح نلاحظه ببيروت، أما بالخليج فشبه استقرار وتباين، وبدبي دعم من أسهم البنوك خاصة. بأوروبا الدعم أيضا اليوم من البنوك إضافة إلى أسهم التكنولوجيا وقطاع الصحة بعد تقارير عن أرباح إيجابية. أما بول ستريت فالدعم من أسهم الشركات الصناعية بعد أرباح فصلية قوية، كما ارتفعت أيضا أسهم القطاع المالي بدعم من نتائج عمل قوية لبنك مورغان ستانلي. إلى السلع، الذهب عم ينخفض إلى أدنى مستوياته بالوقت اللي عم يرتفع فيه الدولار، النفط أيضا عم بيتراجع على أدنى مستوى بثلاث أشهر بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية، واليورو أيضا عم بيتراجع إلى أدنى مستوى بست أشهر بالوقت اللي عم بيواصل فيه الدولار الارتفاع بعد تعليقات متفائلة لرئيس الاحتياطي الاتحادي بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي والتوقعات بزيادة الفائدة 1.16 لليورو دولار. نهاية جولتنا الاقتصادية. شكرا جزيلا.